توصل فريق للبحث العلمي في بنما إلى طريقة لمقاومة فيروس زيكا الذي ينقله البعوض عبر إطلاق بعوضة معدلة وراثياً. وزراء الصحة لأمريكا اللاتينية وضعوا خطة موحدة لمواجهة المرض خلال قمة جمعت بينهم في مونتي فيديو عاصمة أوروغواي. تقرير علم الأوبئة المقدم إلى وزارات الصحة في المنطقة يؤكد على ضرورة القلق. منظمة صحة البلدان الأمريكية تتوقع حصول 4 ملايين إصابة إضافية بفيروس زيكا قبل نهاية عام 2016. المرض يسبب قصوراً في نمو الدماغ لدى الأجنة، مما قد يؤدي إلى إعاقة ذهنية مع مرور الوقت، وتأتي من ذلك خطورته على النساء الحوامل. في الهند أعلن مخبر للأبحاث مؤخراً عن التوصل إلى لقاحين ضد فيروس زيكا هما قيد التطوير وقد يطلقان قريباً.